وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم، هو السيد ناصر خليفة الشامسي وهو من مدينة العين. أهلا وسهلا فيك سيد ناصر. يا هلا مرحبا، شرفت برنامجنا. حياكم الله ونورتوني. الله يخليك، شرفت برنامجنا رواد النجاح. سيدي نبي نعرف قصة نجاحك، بداية حياتك العملية، من وين ابتديت؟ مدينة العين أو ابتديت في إمارة ثانية؟ شو البزنس اللي ابتديت فيه أنت؟ زين، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر حضوركم. الله يخليك، مشكور على وتشريفنا إلى مخيم الطوية. طبعا هي الأساس كان فكرة حب التخييم وحب طلعة البر، هذه أساس المشروع اليوم اللي الحمد لله أني أديره. كنت بالبداية نطلع طلعات عائلية أو طلعات شبابية، نطلع بالبر ونخيم. فبديت شوية أكبر المخيمات اللي أنا أبنيها. كنت أكبر المخيمات، بدأوا الشباب يجون ربعنا يزورون وشافوا المخيمات وعجبوا يعني بالمخيمات. طيب سيد نصر، ليش اخترت بديت الطابع التراثي هذا؟ طبعا الطابع التراثي يعني الحمد لله احنا في مدينة العين والإمارات بشكل عام، ولكن يمكن نتكلم عن مدينة العين بكون مدينة العين. بيئة مدينة العين تشجع على التراث بحكم انها فيها جانب كبير من المناطق الصحراوية واحنا نطلع فيها، فالمقومات موجودة يعني المقومات اللي تخلي الواحد يمارس هذا الأنشطة يعني متوفرة بحكم ان العين صحراء مش ما فيها بحر، فالواحد يبدأ يركز على الجانب اللي هو الصحراوي، ومن هنا جت الفكرة، فكرة المخيمات. يعني كان عندك شغف من أكيد في طلعات البر والكشتات، وخاصة نفس هذه الأجواء، يعني الحين الناس كلها طالعة البر، المولات شوية الحين الناس تبدأ في هذا الجو يعني. أكيد يعني الأجواء مشجعة محفزة إن الناس تطلع. الناس المولات ممكن تروح لها طول السنة يعني كان صيف ولا شتاء، لكن بحكم الأجواء اللي عندنا يمكن من شهر 10 إلى شهر 3 الواحد يقدر يستمتع في هذه الأجواء. طيب سيد نصر، بما أنه حكينا شوي عن المخيمات، خلينا نتكلم شوي عن مؤسسة مخيمات للوازم الرحلات، شو الخدمات تقدموها للناس؟ طبعا مثل ما قلت أنا بدأت البداية كان فكرة أني أنا سويت مخيماتي الخاصة شوي، بديت أسوي مخيمات للشباب بعد ما طلبوا مني أني أجهز المخيمات. ولقيت الإقبال كبير على إنشاء المخيمات. فبداية صراحة قبل ما يكون عندي مخيمات لوازم الرحلات كان عندي اللي هو الطوية للمخيمات، أني أبني مخيمات نفس هذه المخيمات نبنيها للشباب. بدينا شوي نطلع من مدينة العين إلى أبوظبي، شوي صار عندنا في دبي. يعني عندك 3 فروع الحين؟ تقريباً نعم. فبعدين لقيت الناس بدأت تطلب، يعني هي تسوي المخيمات، تطلب الخيام، الأكسسوارات، الشغلات المتعلقة في المخيمات. فخفيت شوية، يعني بديت شوية أركز على شغل الخيام نفسهم ومستلزمات الخيام. أوكي. يعني مجال المخيمات ترى كبير وواسع، لكن أنا أتكلم عن إنشاء المخيمات. نعم. بالنسبة للتصاميم ونوعية القماش اللي يتم اختيارها من مؤسستك، شو هي من بيختار، من مشرف على هذا الشيء يعني؟ والله اللي يشرف على مثلا تنسيق المخيمات وعلى ألوان الخيام وعلى هذا اللي هو الزبون نفسه. يعني يختار، يقدر يشوف مثلا بيختار الخامة وبيختار كله، يعني يطلب. انا اتعامل مع مصانع عملاقه في السعوديه. ارسلها على الواتساب مثلا، غير لنا اللون، بدال ما يكون لون احمر خله سماوي، خله اصفر، خله اخضر، اي لون يحبه الزبون. ونفس الوقت اوفر جميع الاكسسوارات، الزبون هو نفسه يختار يعني على ذوقه. احنا ممكن نعطيه تعليمات، نعطيه ملاحظات، نعطيه استشاره، لكن يبقى ان كل واحد يصمم يعني مخيمه على كيفه. اكيد. احنا بنعرف سيد ناصر انه المخيمات او الخيام من الجانب التراثي، انت زدت فيها شوي لمسه حديثه ولا؟ انا في عندي يمكن جانب ثاني اشتغل فيه، جانب المخيمات ممكن الكرفانات. هذا طبعا شغل ثاني من المخيمات اللي اسويها اللي هي الكرفانات الامريكيه. بدات ما شاء الله تكثر عندنا في الامارات وانتشرت في جميع امارات الدوله وكذلك في الخليج. فعندي بعد قسم ثاني اللي هو متعلق في الكرفانات، تأجير الكرفانات الأمريكية ممكن تطلع. طبعا هذه تشتغل على طول السنة كان صيف أو شتاء. الصيف دائما تكون الكرفانات على البحر واقفة هناك، فهاي مخلينها مثل ما هي، ولكن احنا نقدر نقول نتحكم بالألوان. أما موضوع الكرفانات هذاك موضوع ثاني، وإن شاء الله
بعد يكون في المستقبل نغطي لكم موضوع الكرفانات ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله لكم التوفيق سيد نصر. سيد نصر، انتم تهتموا بس في انشاء المخيمات او حتى الديزاين الداخلي مثلا؟ الديزاين احنا نوفر للمخيمات كل ما يحتاجه المخيم، من كراسي، من فرش، من دلال مثلا او من كبارات، يعني ما يتعلق بالديكور الداخلي. يعني هذه يمكن عينه بسيطه، نعم، يعني كلها صناعه سعوديه. والسعوديه ما شاء الله، يعني اخواننا الله يحفظهم في السعوديه متقدمين عندنا في هذا الجانب، بحكم عندهم مساحات كبيره ومتوفر عندهم العوامل، يعني بحكم ان هناك فتره يمكن الشتاء اطول عنا، تبدا قبلنا وتنتهي بعدنا بشهور. فالسعوديه ما شاء الله يعني دوله، يعني نقول كل اللي فيها رحاله وهالتخييم. الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان هو كان كثير من الأشخاص المهتمين بالتراث أو بالخيم، خلينا نتكلم شوي على هذا الجانب. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رجل التراث الأول، رحل الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه، وخسرة الإمارات رجل تراث من الطراز الأول. زعلت عليه الإمارات كلها، زعل عليه الخليج كلها، زعل عليه العرب كلهم وغير العرب. الله يرحمك الشيخ سلطان بن زايد، يعني ترك فراغ صراحة كبير، ولكن إن شاء الله نقول الخير والبركة في إخوانه. معروف الشيخ سلطان بن زايد باهتمامه بالتراث، بالرياضات البحرية، بجميع أنواع التراث، ويقام له سنويا مهرجان، يفترض يكون تقريبا شهر 12 المهرجان اللي يكون مهرجان الشيخ سلطان بن زايد التراثي في سويحان. فالله يرحمه الشيخ سلطان، يعني احنا يعني كان هو داعم كبير لنا في هذا الجانب، يعني مشجع اب روحي لنا في المحافظة على التراث. نقدم كل التعازي لرئيس الدولة وكل الامارات عبر برنامجنا رواد النجاح. نعم اكيد. خلينا نتكلم شوي سيد ناصر عن نعمة الامن والامان في دولة الامارات. والله شوفي، نعمة الأمن والأمان أساس أي نجاح، إنه يكون في أمن وأمان. أي بلد، أي مكان ما في أمن وأمان خلاص ما في استثمار ولا في راحة ولا في طمأنية. أي دولة إذا فقدت، يعني المال، الواحد يقدر يجيب المال، يقدر يجيب العيال، يقدر يجيب السيارة، يقدر يعمل أي شيء، لكن إذا كان ما في أمن وأمان مستحيل إنه حتى يقدر يعيش. شو الفائدة إذا كان الواحد مثلا استثمر له استثمار كبير، ولكن ممكن بكره الاستثمار اللي مسوينه يتعرض مثلا للنهب، للسرقه، لاي شيء يكون، ما في امن وامان. اكيد امن وامان نعمه، ونجاح اساس لكل شيء يكون. اكيد هالشيء اللي يجذب السياح اصلا الاستثمار في دوله الامارات، هذا اكيد بيرجع القياده الرشيده في دوله الامارات. الحمد لله رب العالمين. شرطه ابو ظبي متمثله في سيدي صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخليه، يعني قطع صراحه شوط كبير في تعزيز الأمن والأمان على مستوى الدولة. حتى الحين الناس في البر وتطلع في المخيمات في البر في دوريات خاصة لحمايته، أو أن تتابع الناس اللي موجودة في البر، يعني في تعليمات مسوينها في هذا الوقت. نعم، حتى إحنا لما نطلع في البر ونخيم نحصل دوريات الشرطة أن تقدم لك مساعدة إذا احتجت مساعدة، دوريات الإسعاف، الإنقاذ. أمين. الحمد لله هاي نعمة احنا عايشين ومحافظين يعني كمان على الطبيعة. اكيد احنا شوفي الامن، لما نتكلم عن الامن والامان لان هذا نقطة مهمة جدا، مش شرط انه يكون امن في السوق او في المولات او لا، حتى في البر. فهذا حتى احنا لما كنا ننشئ مخيمات الواحد يختار له ان شاء الله في نص البر ويحصل الامن والامان وين ما كان. نعم، واكيد مثل ما تفضلتي جانب البيئة، الحمد لله رب العالمين الامارات قاطعة شوط كبير في جانب البيئي، متمثلة في كان في هيئة البيئة، إن كان في البلديات، إن كان في إدارة النفايات، الحمد لله يعني
اي مكان نطلع في البر الحمد لله ما في مخلفات، واذا وجدت لا سمح الله من قله مثلا تحتاج الوعي ثاني يوم ولا كان صاير شيء. اكيد هذا مشكلة. اكيد وبنرجع نقول انه اكيد هذا بفضل القياده الرشيده في دوله الامارات. سيد ناصر في الختام فيك تقدم رساله شكر لانسان عز عليك او انسان كان داعم لك في فتره حياتك المهنيه. والله طبعا اول شيء اقدم الشكر والتقدير وكلمة شكر تقدير قليلة بحق الوالد الله يحفظه والوالدة وكذلك إخواني وأكيد أم هزاع يعني كانت واقفة معي منذ البدايات وحتى هذه اللحظة فهم عائلتي عموما هي أكبر مشجع لي وأكبر ساند وداعم لي أني أواصل مثلا مشواري وأبدأ أنتقل يعني مثلا لشغلي وأنا مطمئن ومرتاح أن العائلة هي الداعم لي الأول وأنها الحمد لله مشجعتني على هذه الهواية اللي تحولت الحمد لله رب العالمين إلى مشروع مثل ما تشوفون. الحمد لله إن شاء الله توصل رسالة شكر عبر برنامجنا رواد النجاح، وأتمنى لك سيد ناصر التوفيق والنجاح على مدى السنين إن شاء الله. يا مرحبا وسهلا فيكم والله يعطيكم الصحة والعافية ومشكورين على زيارة. الله يخليك مشكور. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.